إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها المتابعون الكراميات والمتابعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في تسجيل جديد من هذه السلسلة الجديدة، سلسلة بالمختصر المفيد التي تهتم بدروس اللغة العربية من حيث القواعد والبلاغة والبيان. عطف البيان هو درسنا اليوم، هو درس خاص بتلاميذ السنة الرابعة متوسط. كنا قد تكلمنا في حلقات سابقة عن عطف النسق في جزئين تجدونه في القناة. إذن على بركة الله، بالنسبة لأمثلة عطف البيان، لاحظ الجملة الأولى: الخليل إبراهيم رسول الله. الخليل مبتدأ مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره، وخبره رسول الله. إذن إذا كان الخليل مبتدأ ورسول الله خبر، فما فائدة كلمة إبراهيم، هذه الكلمة أو هذا الاسم الجامد؟ لو تساءلنا من هو هذا الخليل، نحن لا نعرف من هذا الخليل، لكن إذا أضفنا كلمة إبراهيم فنحن نعرف، الآن صرنا نعرف من هو هذا الخليل المقصود، إنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذن عطف البيان هو اسم مشتق يبين لنا الاسم الذي سبقه، فعطف البيان تابع لاسم سبقه، هذا الاسم السابق أو المتبوع قد يكون معرفة، فيكون عطف البيان تابعا له، معرفة يوضحه ويبينه. لاحظ المثال الثاني: نجح أخوك محمد. نجح فعل وأخوك فاعل مرفوع علامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء الخمسة ومضاف كاف مضاف إليه. إذا نجح أخوك جملة تامة، لا فما فائدة الاسم محمد؟ فائدة الاسم محمد أنه يبين لنا من هو هذا الأخ الذي نجح. فلو لك مجموعة من الإخوة اثنان أو ثلاثة نجحوا أو اجتازوا امتحانا، ثم أخبرت فقيل لك أن أخاك قد نجح، فتتساءل من هو هذا الأخ، فكلمة محمد أزالت هذا الغموض عن أخيك الذي نجح، والآن أصبحت تعرف أن الذي نجح هو أخوك محمد. إذن عطف البيان هو اسم تابع يبين الاسم الذي سبقه أو الاسم المتبوع، يبينه ويوضح إن كان معرفة، ويخصصه إن كان نكرة. تجدون هذا في المثال الثالث: شربت من ماء عذب. كلمة ماء هي نكرة، طبعا كلمة عذب عطف بيان نكرة، قد تقولون أنها صفة، لكن في الحقيقة أنها عطف بيان. لماذا؟ لأنها تخصص نوع الماء الذي شربته، فالماء أنواع، قد يكون ماء مالحا، قد يكون ماء غزيا، قد يكون ماء من نبع، قد يكون ماء متسخا، وهكذا. إذن فكلمة عذب خصصت لنا نوع الماء الذي شربته، فتعرب عطف بيان، فائدتها أنها تخصص الاسم الذي سبق. إذن هنا تعرفنا على أن عطف البيان هو اسم مشتق في الغالب، وقد لا يكون في بعض الأمثلة غير مشتق، فائدته أنه يبين الاسم الذي سبقه إن كان معرفة ويوضحه، ويخصص النكرة التي سبقته إذا في حال سبقته نكرة. لاحظ المثال الرابع: هذا الكتاب مجد. هذا يعرب طبعا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، مجد خبر، ما فائدة الكاتب؟ إذن الكاتب تبين لنا من هذا الذي نتكلم عنه. إذن قلنا هذا مجد، من هذا؟ إذن فالآن عرفنا أنه كاتب، وسوف نعرف بعد قليل من بين الصور التي تعرب فيها الأسماء عطف بيان، هذه الصورة أي اسم العالم أو الاسم المعرف بعد أسماء الإشارة. لاحظ المثال الخامس: طبعا كلمة أحمد في هذا المثال، جاء الطبيب أحمد، هي عطف بيان. لماذا؟ لأنها بيّنت لنا من هذا الطبيب الذي نتحدث عنه. وفي العموم الأسماء العالم إذا جاءت بعد الأسماء الدالة على مهنة معينة فإنها تدل على عطف البيان. إذن ماذا أستنتج؟ عطف البيان هو اسم جامد، اسم تابع لأنه يتبع الاسم الذي سبقه، جامد في الغالب ليس دائما، يوضح متبوعه إن كان معرفة كما رأينا في المثال الأول، ويخصصه إن كان ناكرة كما رأينا في المثال الثالث: شربت من ماء عذب.
أيضا يوافقه في الإعراب في الرفع والنصب والجر والنوع، طبعا النوع يعني التذكير والتأنيث والعدد في الإفراد والتثنية والجمع. طبعا إذا رجعنا إلى الأمثلة نلاحظها، فكلمة الخليل مثلا هي مفردة مذكر، كلمة إبراهيم مفرد مذكر، كلمة أخوك مفرد مذكر، محمد مفرد مذكر، كلمة ماء هي نكرة، كلمة عذب هي نكرة. إذن كلمة ماء مجرورة وعذب مجرورة. إذن هذا اسم إشارة مبني في محل رفع، والكاتب أيضا مرفوع، إذن فهو يتبعه في العدد من حيث أنه مفرد. إذا كان الاسم السابق مفردا فالعطف البياني يكون مفردا، وإذا كان الاسم السابق نكرة يكون الاسم عطف البيان بعده نكرة، وهكذا فإنه يتبعه في هذه الحالات الأربعة، وهي كما أسلفت الإعراب يعني من حيث الحركات الإعرابية الضمة والفتحة والكسرة، ويتبعه أيضا في العدد من حيث الإفراد والتثنية والجمع، ويتبعه من حيث التذكير والتأنيث، ويتبعه من حيث المعرفة والنكرة. هناك بعض الصور التي يكون فيها عطف البيان. من هذه الصور الاسم العالم بعد الكنية، فلو قلنا أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا الكنية أبو القاسم لا تجوز إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو قلنا مثلا أبو حفص عمر أو أبو فلان كذا، فلو قلنا مثلا أبو عصام أحمد أو أبو أو أم كلثوم عائشة أو هكذا، فهذه فاسم العالم بعد الكنية يعرب عطف بيان، فكلمة محمد هنا تعرف عطف بيان. من الصور الأخرى التي تكلمنا عنها أن الاسم بعد الوظيفة يكون، طبعا اسم العالم بعد الوظيفة يكون عطف بيان، فكلمة الطبيب هي وظيفة، وكلمة محمود إذن تعرف عطف بيان لأنها جاءت بعد اسم يدل على الوظيفة. إذن كلمة ابن وبنت إذا وقعتا بعد اسم العلم أيضا تعرب عطف بيان، مثال هنا عبد الحميد ابن باديس، فكلمة ابن جاءت بعد اسم علم، عبد الحميد اسم علم، إذن كلمة ابن هنا هي تعرب عطف بيان لأنها تبين لنا من هذا عبد الحميد. فلو قلنا ابن وذكرنا الاسم الذي يليه أبوه مثلا أو أمه ابن فلانة أو ابن فلان، فهذه كلمة ابن وبنت تعرب عطف بيان. أيضا من الصور الأخرى التفسير بعد المفسر، مثال لبست خزا حريرا، ونستطيع أن نقول لبست خزا أي حريرا، فكلمة خزا هي المفسر وكلمة حرير هي المفسر، فكلمة حرير فسرت لنا ما معنى خزا. أيضا حرير وهي المفسرة تعرب عطف بيان. الاسم بعد كلمة الوالدة وكلمة الوالد وكلمة الأب وكلمة السيد وكلمة السيدة وكلمة الآنسة، فلو قلنا السيد فلان أو الوالدة فلانة فإن هذا الاسم يعرب عطف بيان، فلو قلنا مثلا السيدة عائشة فكلمة عائشة تعرب عطف بيان، فلو قلنا الوالدة كلثوم فكلثوم هذه تعرب عطف بيان لأنها جاءت بعد كلمة السيدة. أيضا الموصوف بعد الصفة، فلو قلنا خليل الله إبراهيم ففي الحقيقة إبراهيم هو الموصوف وخليل هي الصفة، هنا العكس، فالموصوف هو الذي تأخر والصفة هي التي تقدمت، فيعرب الاسم إبراهيم يعرب عطف بيان. أخيرا الاسم المعرفة بعد الإشارة، مثل هذا التلميذ مجد، إذن التلميذ تعرب عطف بيان لأنها معرفة وجاءت بعد اسم إشارة. إذن إذا كان هناك سهو فمعذرة، تجدون في القناة دروسا أخرى خاصة بتلميذ المتوسط. إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.